رح نعمل مع بعض نوعين من الكريم. بإمكانكم استعمال الكريم الأول ككريم ليلي وكريم نهاري في نفس الوقت، لأنه مكوناته مناسبة لليل والنهار، يفتح اللون ويزيل التصبغات ونتائج الإهمال، وفي نفس الوقت يرطب ويزيل النمش، الكلف، التجاعيد، الخطوط التعبيرية. أما الكريم الثاني هو كريم مضاد للتجاعيد، مزيل لعلامات الشيخوخة، مرطب للبشرة. الكريم الأول هذا مصنوع من اللوز، اللوز الحلو، حبيبات اللوز هذه قومي بوضعها في الماء الساخن لفترة، ثم أزيلي القشور منها وإطحنيها، تتحصلي على مسحوق اللوز غني بالفيتامين A ومضادات الأكسدة، ومكوناته تدعم تفتيح البشرة وفي نفس الوقت تزيل التجاعيد وآثار أشعة الشمس اللاذعة وآثار الإهمال من البشرة. صالح اللوز لكل أنواع البشرات. ضعوه في حمام مائي ساخن. نضيف له القليل من ماء الورد. ضعوا الإناء على نار قليلة وابدأوا في التحريك في حمام مائي ساخن بضع الوقت. نستمر في التحريك هكذا لدقائق. طبعا والإناء على نار قليلة، يعني حمام مريم، حمام مائي ساخن. بعد وقت قليل يصبح اللوز كأنه كريمة. نضيف له المكونات التالية: جل الألوفيرا، يباع في شبه الصيدلية والبارا فارماسي. إذا كان غير متوفر عندكم هذا النوع استعملوا جل النبتة. شوفوا الطريقة. ونستمر في التحريك حتى يتجانس المكونين مليح. نضيف زيت الفيتامين اي، لا فيتامين او، الفيتامين ها، تباع بقنينات مختلفه وماركات مختلفه، كل واحده تستعمل الموجود في بلدها. اذا كانت غير متوفره عندكم الزيت استعملوا الكبسولات هذه. هي متواجدة بماركات مختلفة في كل بلد، تباع في الصيدلية أو شبه الصيدلية. نصيحتي استعملوا الأصلية، ثمنها يختلف عن العادية اللي تتواجد في الصيدليات. قولوا له الخاصة بالبشرة والتجميل. نصف ملعقة فقط. أما إذا كانت كبسولات استعملوا كبسولتين. نضيف زيت جوز الهند البيو الأصلية 100%، إذا كانت متواجدة عندكم يا حبذا، لها فوائد عظيمة للبشرة. هي ثمنها يختلف، هذه تباع في الصيدليات وفي شبه الصيدليات وفي المحلات التي تبيع الزيوت البيو. إذا كانت غير متوفرة عندك استعملي زيت جوز الهند العادية، أي نوع ماركة تكون عندك تضمني أنها من مصدر موثوق منه. أنا قمت بإذابتها لأن الجو بارد عندنا. نضيف ملعقة ونصف. الفيتامين إي هو مادة حافظة، يجعل الكريم يحتفظ بالفوائد اللي فيه الغنية ولا يتأكسد في نفس الوقت. يعني
نقوم بالتحريك جيدا حتى تتجانس كل المكونات ويصبح عندنا كريم ليلي نهاري إذا أردتم، خصوصا إذا استعملتم له زيت جوز الهند الأصلية. هي تعتبر واقي شمس طبيعي، بإمكانكم استعمالها في النهار وفي الليل. هذه هي الميزة اللي تميزها عن الزيوت العادية، يعني الكريم هذا بإمكانكم استعماله ليلا ونهارا إذا استعملتم هذا النوع من الزيوت. أما إذا كان استعملتم النوع الثاني من الزيوت ليس فيها جودة عالية، هذاك الكريم استعمله فقط ليلا، يعني حسب نوعية الزيوت المضافة نستعمل الكريم في النهار. الكريم هذا يزيل التجاعيد، يرطب البشرة، يفتح اللون، يزيل الشوائب، النمش، الكلف، اللوز مادة رائعة للبشرة تزيل كل الشوائب منها. كل ليلة قبل النوم ننظف البشرة تماما من المكياج ومن رواسب النهار. نبقى نعمل هذا المساج من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى حتى عكس اتجاه الجاذبية، لأجل جريان الدورة الدموية وتنشيط نسيج البشرة وتحفيز تكوين مادة الكولاجين، ويتغلغل هذا الكريم في البشرة. اللوز مادة لزجة لن تجفف البشرة، حتى لو كانت تكون هذه الحبيبات متبقية أزيليها فقط بنفض اليد هكذا ونامي بها حتى الصباح. وفي الصباح اغسلي البشرة بغسولك اليومي العادي، نترك لكم بعض روابط الغسول الرائعة للبشرة في صندوق الوصف، أو بالغسول الخاص بكم ورشوا التونر الخاص بكم، نترك لكم الرابط في صندوق الوصف، و ضعوا واقي شمس إذا كنتم خارجين من البيت. وبإمكانكم استعمال هذا الكريم في النهار أيضا، هو ممتاز للبشرة، يعطيكم نتائج مثالية. الكريم الثاني نحتاج إلى زبدة الشيا الأصلية، تكون شبه يعني لون بيج تقريبا إلى اللون الأصفر وليست بيضاء. وإذا لم تتوفر عندكم زبدة الشيا استعملوا شمع العسل مثل الواكس. نضع القليل من زبدة الشيا أو شمع العسل في حمام مائي ساخن، حمام مريم، نقوم بإذابته. بعد أن تذوب تماما نضيف لها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، هو من العصرة الأولى، إذا كان متوفر عندكم يا حبذا، إذا كان غير متوفر استعملوا زيت الزيتون العادية، لأنه هذا كريم ليلي. ونضيف ملعقة من الماء الساخن، ملعقة واحدة فقط. بإمكانكم إضافة قطرات من أي زيت عطري عندكم، مثلا أنا عندي زيت العطري لافندر الخزامة أساسي وليس زيت عادي، استعملوا أي زيت عطري أساسي عندكم من أجل تغطية رائحة زبدة الشيا. هنا المسألة اختيارية. ثم نفرغه في علبة ونتركه يجمد قليلا حتى يصبح كريم. كل ليلة قبل النوم استعملوه على البشرة. بسيركل دائري من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى هكذا بعكس اتجاه الجاذبية حتى تتشربوا البشرة مليح، وناموا به حتى الصباح.
هذا الكريم غني بمضادات الأكسدة التي تمنع الشيخوخة المبكرة وترطب البشرة، تزيل الخطوط التعبيرية، التجاعيد.